رجعوا السؤال اللي طرحت عليا الوداد، بالنسبه للوداد وبالنسبه للوداد هي تعيش جوج ديال المراحل. انا اعتقد على انه التاريخ يسجل ان الوداد داس واحد المرحله ديال النتائج المقرفصه اللي بغيتي تقول، حتى انهم كانوا مهددين بالسقوط الى القسم الوطني الثاني، ولولا عدم حضور فريق المغرب الفاسي انا عشتها ولولا حضور عدم حضور فريق المغرب الفاسي كان فريق الوداد البيضاوي غادي ينزل، ولكن هما ما حضروش. وديك النقاط اللي خليك انا معك والنقاط اللي حرزوا عليها في ديك المقابله يعني ما تعبات شيء، هما اللي صوبوا الوداد. وفي نفس الوقت المغرب الفاسي ضيع عليه اللقب في هذيك السنه هذيك، لانه لوكو كان جا كان ياخذ غير النقطه ويدوز. علاش دابا انت بقيتي علاش زعما جبتي هذا؟ هذه كنقول لك على ان فريق الوداد البيضاوي هذه الازمه اللي كيعيشها الان ديال النتائج راه ماشي هو اللي دات اليوم، مر منها واحد المرحله في السبعينيات. اذا فريق الوداد البيضاوي الا ما جمعش راسه من دابا يخرج من كاس افريقيا رافع الراس ورافع الكاس ويجي البطوله والنتائج كتكون سلبيه. كنقول ان فريق الوداد البيضاوي خصو ينقد نفسه قبل فوات الاول. داكوغ، نمشيو للتشكيله المثاليه.